طيب احنا عشان نمشي بقى بعد اذنكم احنا نمشي كده هنبدا من اول طبعا اتكلمنا على ما هو الاندرويد والكلام ده كله. انا هحاول امشي بالترتيب احنا في الدرس الثاني عشان برضو لما تبقى معاكم الورق يبقوا تبقوا عارفين. صفحه مثلا 12 بيتكلمني على ايه اللايرز بتاعه الاندرويد. نبص عليها بص هنا بنقول ان تقريبا اندرويد من اول خالص من اول ابلكيشن لغايه الاساس والتعامل مع الهاردوير هو بيتكون من اربع طبقات. بيتكون من اربع ايه؟ اربع طبقات. يمكن ما نخشش فيهم بالتفصيل دلوقتي لكن بس يبقى عندك خلفيه عنهم على اساس قدامها نبقى نتكلم عليهم بالتفصيل. لكن المهم ان بيبقى عندك دايما الابلكيشنز بتاعتك الابلكيشن طبقات بتاعتك زي الهوم الكونتاكتس الفون براوزر مش عارف ايه. دي بتبقى اول لاير اللي هي ما بينك وما بين اليوزر على طول. ما بينك وما بين مين؟ اليوزر على طول. ما بينك وما بين اليوزر بيتعامل مع مجموعه من الابلكيشن فريم ورك. ابلكيشن ايه؟ فريم ورك. الفريم ورك دي بتبقى مجموعه من اللايبرريز المجمعه اللي بتشتغل مع بعض. يعني مجموعه من اللايبرريز بيبقوا مع بعض دايما بيشتغلوا مع بعض وبينتجوا حاجه فبنسميهم فريم ورك. بيسميهم ايه؟ فريم ورك. فلما تلاقي ان مثلا البراوزر بيشتغل مع الفريم ورك بتاعت مثلا الفيو سيستم مثلا ولا اللوكيشن مانجر بيشتغل مثلا مع فريم ورك او اثنين او ثلاثه الى اخره. خلاص؟ تلاقي طبعا كل فريم ورك من دي بتكون من مجموعه من اللايبرز زي ما اتفقنا. يبقى اكتر تفصيلا انزل لمجموعه من اللايبرز، انزل مجموعه من المكتبات. ممكن تكون مكتبات مشتركه زي الاس كيو لايت. الاس كيو لايت دي زي حاجه زي داتابيس خفيفه كده بقدر اعمل عليها جداول واحط بيانات اجيب بيانات سلكت بتاع كلام زي كده بس مش كده يعني. خلاص لكن مش زي اللي في بالكم. لكن داتابيس برضو وكل حاجه وفيها جمل اس كيو ال. لا موجود اس كيو لايت دي. اس كيو لايت دي ده فيرجن اوراكل يعني بس هي منزلاه عشان يبقى الاوراكل الخفيف يعني. فما تجيش بقى تقول لي ما ينفعش اخد الكبيره. طب ما هو الكبيره عندك يا اخي يعني كل حاجه وليها شغلها يعني. فكنا بنقول ايه؟ بنقول بقى ان ممكن دي اللايبرري بتاعت الاس كيو ال لايت ممكن تستخدم في اكتر من ايه؟ من فريم ورك. والفريم ورك بايه؟ اكتر من فريم ورك بيخدمه على اكتر من ابلكيشن. بعد كده تحت اللايبرريز ديت المكتبات دي في لينكس كيرنل اللي هي بيسموها نواة اللينكس دي اللي هي ما اعرفش يعني ايه لكن المقصود بيها اللي هي البناء بتاع بناء اللينكس البناء الاساسي اللي هو اللي بيتعامل دايركت مع الهاردوير. يعني تاخد بالك هنا ان في هنا عندك اوديو درايفرز عندك هنا كاميرا درايفر عندك هنا الكيباد في عندك هنا الى اخره. خلاص يبقى هي دي بقى الايه الباور مانجمنت مش عارف ايه الكلام ده كله. يبقى هو دي الحته اللي بتتعامل مع الهاردوير مباشره اللي بتسمح للمكتبات دي ان هي تتفاعل معاها. والمكتبات دي بتتجمع تحت حاجه اسمها فريم ورك. والفريم ورك بيخدم على مين؟ على الابلكيشنز اللي هي النهائيه. تالي واضحه؟ هي فكره الاجهزه سمارت كلها بتعتمد برضه نفس الفكره ايه؟ لا مش زي مثلا الايفون وكده. هو خد بالك من حاجه ده لو جيت بصيت على ده مش مخصص 100% الاندرويد. انا ممكن احط تحتيه 1000 حاجه. جنرال خالص ابلكيشن والابلكيشن ده بيبقى تحتيه فريم وركس والفريم ورك ده بيبقى مجمع من لايبرز واللايبرز دي بتبقى بتتعامل دايما مع مين؟ مع الهاردوير. ده ممكن اتكلم فيها ممكن اعتبرها مثلا في بعض التطبيقات الخاصه بالويندوز ابلكيشن او الديسكتوب ابلكيشن هتمشي معايا صح ولا ايه؟ فهنا بس تصور بسيط عشان تبقى بس برضه ترتب افكارك بس عشان تبقى ترتب ايه؟ ترتب افكارك. دي مجموعه من الطبقات كده بيتكلم بيقول لك في صفحه اخر صفحه 12 بيقول لك عايزين نعمل تطبيق جديد. فبيقول لك روح احنا بس فكره كده انا عايز معلش هو ممكن يكون مش مترتب قوي الكلام بتاعهم هم لكن انا همشي عليه عشان ناخد كل المعلومات قدر الامكان. خلاص كده؟ هنا بيتكلم على ان احنا هنشغل الايكليبس او ممكن طبعا تحط له بقى ايكون او اي حاجه. انا كليك يمين كده عليه واقول له بنتو تاسك مانجر هنا عشان يبقى موجود هنا على طول افتحه وانا معرض ادور عليه. هو عشان مش بينزل عشان هو اصلا مش بيسطر.
هنا فتح لي الورك سبيس عشان ما كانش موجود في الفيديو اللي فات. الورك سبيس قلنا ده المكان اللي هيبدا يشتغل يحط فيه الايه الشغل بتاعه. انا احدد مكان بقى يبقى هو ده الشغل دايما بتاع الاندرويد عندي. فاقول مثلا ودايما يفضل ان هو ما يكونش في السي، اقول له مثلا على الاي واندرويد. كنا عاملين فولدرات للشغل احنا ماي ووركس، وهقول له خلاص ده الديفولت ايه بليس بتاعي، ده المكان الرسمي. بعد كده مش هيسالني تاني، يبقى هو دايما بيجي يرمي جوه مين الملفات، جوه الايه جوه الفولدر. عملنا الحاجات دي، عملنا الابلكيشن. مش هشرح الابلكيشن تاني اللي هو معمول في اللي فات، المفروض بيفتح معاك كده انت بقى صح؟ حاجه غير دي خالص. انت عشان انت صايم، احنا قلنا لك، ما انا رديت عليك، انت شغال ايه انت حاجه تانية خالص. المهم اهو على جنب، تيجي تقعد بقى كده تدوس عليها تطلع لك بقى، هي ممكن تريح نفسك وتريحني معاك وتقفلها خالص. ايه اللي طالع ده بقى؟ خلاص هتتعود عليه يعني، سيبك من الحاجات دي ما تركزش فيها بتيجي مع الوقت خلاص. طيب صح يا راجل، خلاص كده. يبقى احنا قلنا اهم حاجات قلناها 5 دقايق بس، 5 دقايق وناخد بريك شويه. اهم حاجات قلنا الاس ار سي ده اللي بيبقى فيه ملفات السورس بتاعه الجافا، قلنا ملف الجنريتور ده اللي بيبقى فيه بعض الملفات اللي بتبقى جنريت اوتوماتيك اللي بتربط الملفات مع بعضها وتحط بعض المواصفات. قلنا برضو الاندرويد ديت عباره عن مكتبات مضافه للمشروع. قلنا يهمنا هنا في البن ريس الاندرويد مينفست خلاص، وقلنا دي بقى مجموعه من الحاجات اللي بنستدعيها ما فيهاش اي مشكله. المهم مني هنا عندي مني جوه ريس لاي اوت اكتيفيتي اندرسكور مين دوت اكس ام ال، دي الشاشه الاولانيه بتاعتنا اللي هنتكلم عليها كمان شويه. ولو كان في منيوز اتحط هنا، لو كان في فاليوز اتحط هنا الى اخره، وبس وشويه بروبرتيز هم دول يهمونا قوي. فبنتكلم بقى هنوت، المفروض نبدا نتكلم مبدئيا على الديزاين، وبعد الديزاين نبقى نتكلم على الكود كمجرد بس دخل. نعم مش حاجه، دوست على ليبل والله ما عملتش اي حاجه، دوست بس على الليبل ده خلاص. كل اللي قدامك ده مكتوب بلغه اكس ام ال. لو دخلت على اكتيفيتي اندر سكور من دوت اكس ام ال كده هلاقي ان الكلام ده مترجم جوه بشكل كود اكس ام ال. ايه كود الاكس ام ال؟ القواعد بتاعته. انا بس المره دي كده يبقى في الفيديو ده كده بس عملت ابلكيشن جديد ووريتكم الباكج اكسبلورر خلاص. وعايز اتكلم على الديزاين الاكس ام ال بقى، واتكلم على الحاجات دي بتحصل فيها ايه وهنشتغل فيها ازاي خلاص كده.